من حوالي 3 شهور وتحديدا في شهر 12 احتفلت الفنانة والراقصة لوسي بعيد ميلادها في مطعمها الجديد، وعزمت مجموعة من الفنانين وعلى رأسهم الفنان باسم سمرة والفنانة انتصار وعلا غانم. ووقتها عمل الحفل جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ان الفنانة لوسي فاجأت كل الموجودين في عيد ميلادها ودخلت المطعم ببدلة رقص رغم اتجاهها للتمثيل من فترة وابتعادها عن الرقص. الموضوع ما وقفش لحد هنا، رغم ان الحفلة كانت من 3 شهور، لكن الموضوع ظهر تاني بشكل كبير واثار هجوم عدد كبير من الناس، لان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لقى غضب كبير وسخرية كبيرة جدا. الفيديو ده كان بطل الفنان باسم سمرة واللي حضر عيد الميلاد، وظهر فيه باسم وهو قدامه رزم فلوس كتيرة جدا، وكمان بيرمي منها على لوسي وهي بترقص في حفلة عيد ميلادها. الفيديو كان مستفز جدا للناس واعتبروه خروج على عادات المجتمع، وكمان عدم احساس الفنانين بالفقرة، وتهاجم بعدها باسم كتير جدا. باسم زعل جدا من غضب الناس وبرر اللي هو عمله وقال ان الفلوس اللي كان بينقب بيها لوسي في الفيديو مش عملات حقيقيه ولا من عيد ميلاد، وان ده مجرد مشهد من مسلسل الكيف اللي بيصوره حاليا وهيتعرض كمان في شهر رمضان اللي جاي. باسم سمره رجع وقال ان الورق ده كان فعلا في عيد ميلاد لوسي، لكنه مش فلوس حقيقيه، لكن مجرد ورق مطبوع عليه كل سنه وانت طيبه يا لوسي.